أبناء أكرم من في الدنيا، يبقى الوقوف إلى جانبهم ومشاركتهم فرحة العيد واجب على كل سوري أصيل. إنها فحوى مبادرة الأصل أنتو الأصل بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية التي تزامنت مع انتصارات حلب الشهباء، حيث تابعت المبادرة لليوم الثاني على التوالي لقاءها بأطفال الشهداء والجرحى في قرية دويرب عبدة في ريف جبلة. بمناسبة نصر حلب نحن حبينا نسمي هاي الفعالية فعالية باقة محبة من أولاد الشهداء إلى مدينة حلب. مثل ما بتعرف انه عدد كبير من اباء هدول الاولاد استشهدوا بحلب، وهن لهم حق يفرحوا بنصر بنصر مدينه حلب. اكيد مبادره الاصل دائما هي بيكون لها موعد مع اولاد الشهداء بالعيد بالمدارس وبميلاد السيد المسيح اللي هو ميلاد المحبه، وانت بتعرف اولاد الشهداء هن بالمطلق اولاد المحبه. ذوو الشهداء والجرحى وجهوا التحيه والمعايده لابطال الجيش العربي السوري. فضل آباء ان احنا لساتنا لليوم عايشين ولساتنا لليوم موجودين وحبينا نزرع هيك البسمه بوجوههم للاطفال. شاركت بفرقه الاصل لنزرع البسمه بوجوه ابناء الشهداء اللي قدموا حالهم بس كرمال لهلا نكون عايشين. اجتمعنا اليوم لنرسم البسمه على وجوه اطفالنا ونعيشهم الامل والحب اللي لولا اهاليهم الشهداء وزويهم ما عشنا. نحن اليوم أكيد فرحانين فرحة كبيرة طبعا بنصر حلب بهمة أبطال جيشنا. حبينا نقدم فرحة على وجوه أولاد الشهداء اللي كان لهم الدور الأكبر بتحرير حلب. حلب الانتصار هي حلب الشهباء هي وردة سورية. بتمنى تكون 2017 على سوريا خير، وخاصة يعني على الجيش العربي السوري. أنا هنا جاي احتفل بعيد الميلاد وبلقي التحية للجيش العربي السوري، وإن شاء الله تضل سوريا بخير وكلنا بخير بعام 2017 وكل عام وأنتم بخير. جينا لنعايد أولاد الشهداء لنزرع الفرحة بقلوبهم مثل ما أهاليهم ضحوا بحياتهم مشاننا. حبينا نشارك أولاد الشهداء فرحتهم بعيد الميلاد وعيد ميلاد مجيد، والله يرحم كل الشهداء. إن شاء الله مرد لهم ياها بس نكبر، ورحنا رح يكون سلاحنا العلم ورح نرفع راس سوريا ان شاء الله. والله يرحم جميع الشهداء ويشفي الجرحى. جايين اليوم حتى نحتفل بعيد الميلاد، والله يرحم الجيش والله يرحم الشهداء. الله ينصر سوريا وينصر الجيش العربي السوري. كل عام وانتم بخير سوريا، انا بحب كثير سوريا. انا بتمنى انه تكون سنه 2017 سنه كثير حلوه لسوريا، وان شاء الله بتنتهي هيدي الاحداث. أجواء ميلادية زينت برسائل وطنية أننا على خطى الشهداء سائرون، وأن الميلاد الحقيقي سيكون بالخلاص النهائي لسوريا من الإرهاب.